السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lecture 7 Pressure in Body Part 2. The objective: by the end of this session you will be able to describe pressure in the urinary bladder and air, also pressure affected while diving, and describe Boyle's and Henry Law. لو العفو the pressure in lung and hyperbaric oxygen therapy. Pressure in the urinary bladder. The intravenous pressure in the bladder is due to accumulation of urine. And in normal adult, its typical maximum volume in the bladder before voiding is 500 ml. عندنا الضغط اللي يتولد داخل المثانه هو سبب تجمع اليورين داخل المثانه، والحجم الطبيعي او الحجم المثالي للشخص البالغ قبل يعني تفريغ قبل التبول يكون تقريبا 500 مل. عندنا الشكل الأدنى يبين البرجر فوليوم، البرجر فوليوم كيرف، العلاقة بين البرجر بالسنتيمتر أوف ووتر مع الفوليوم بالمل. ألاحظ إنه كل ما يزداد الضغط أو كل ما يزداد الحجم يزداد الضغط وبالعكس. هنا راح اشوف الحد 500، هنا هذا عندنا التيبيكال فوليوم، وراها الزياده بالحجم تؤدي الى زياده الضغط باليورين. هذا عندنا هنا هذه العلامه، معناته انه اكو ما نقول رسم مقطوع يعني يستمر الى ان يوصل البريشر الى 500. عندنا اذا كان الضغط الفوليوم 500 مل يكون الضغط تقريبا 30 مليمتر العفو سنتيمتر اوف ووتر. At same pressure nearly 30 سنتيمتر اوف ووتر the maturation reflex or urination occurs. عندما يصل الضغط الى 30 سنتيمتر اوف ووتر، واللي قلنا شقد الحجم يكون 150 او العفو 500 مل، فتحدث عندي منعكس التبول، يعني تصبح حاجة انه الشخص من يوصل الضغط لهذا المقدار تصبح حاجة للشخص انه يفرغ. هذه الماتوريشن اند اور الليمتيشن ريفلكس معناته شنو؟ هو بلادر تو بلادر كونتراكشن ريفلكس، او عندنا اللي يكون بروسس باي ويتش يورينري بلادر امبتيز، يعني هي عملية تفريغ اليورينري بلادر، أو أسميها بلادر تو بلادر كونتراكشن. The resulting sizable من يزيد الحجم شو يصير عندنا؟ muscular contraction in the bladder، يعني راح يصير عندنا تقلص بالعضلات ناتج عن تقلص جدران المثانة، فيحدث شنو عندنا؟ يحدث produced a momentary pressure، يحدث عندي ضغط لحظي يصل الى تقريبا 150 سنتيمتر اوف ووتر، يعني صار من 30 الى 150 سنتيمتر مكعب، هو نتيجة زيادة الحجم اللي يؤدي الى انه المسلس اوف بلادر از كونتراكشن تتقلص تؤدي الى حدوث الماتوريشن
ريفلكس. عندنا الضغط داخل البلادر ايش وقت يزيد؟ يزيد في حالة السعال كوهينج، سترينينج في حالة الضغط او سيتينج اب الجلوس فترة كبيرة، ايضا during pregnancy اثناء الحمل. The weight of fetus over the bladder increase the bladder pressure and causes frequent urination. حجم الطفل او وزن الطفل راح يؤدي الى زيادة الضغط على المثانة، فحجم الطفل يعني على المثانة راح يزيد الضغط على ضغط المثانة يؤدي الى زيادة في عملية التبول او تكرار عملية التبول. عندنا normal voiding pressure is fairly low 22-40 سنتيمتر of water but for men who is severe from prostate obstruction of the urinary passage it is maybe over 100 سنتيمتر of water. إذا عندنا ضغط التفريغ الاعتيادي يكون قليل بحدود 20-40 سنتيمتر of water، لكن الأشخاص أو الرجال اللي يعانون من انسداد البروستات obstruction والذي يؤدي إلى انسداد المجاري أو المسالك البولية فإن الضغط يكون 100 سنتيمتر of water. بعض الأسباب المحتملة لحدوث البلادر بريشر هي السايتيزيس أو انفلاميشن أوف ذا بلادر التهاب المجاري أو العفو التهاب المثانة، البروستات تيس يوتيريان فايبرويد، أيضا الأوفيريان كانسر أند يورناري سيستم انفكشن الأورام اللي فيها الرحمية، سرطان عنق الرحم أو سرطان الرحم أو أمراض عدوى الجهاز البولي وكذلك البروستات والتهاب المثانة تؤدي إلى زيادة ضغط. زين نجي عندنا شلون نقيس هذا الضغط. The pressure in the bladder can be measured أولا by passing a catheter with a pressure sensor tube يدخل عن طريق اليورينري باسج عن طريق المسالك البولية يدخل إلى البلادر. هذا اللي يحتوي بنهايته على متحسس للضغط الطريقة الأخرى هو إدخال نيدل عن طريق الأبدمن، نيدل انسرتد ثرو ذا وول اوف ذا أبدمن عن طريق جدار البطن مباشرة دايركتلي تو ذا بلادر. هذا التكنيك نقدر من خلاله يعني نعرف على نتعرف على معلومات أكثر أو عن وظيفة وظيفة الفالف، يعني نقدر نحصل من عنده على معلومات أكثر ما في حالة الكاثيدر، إنه أنا أقدر أشوف أن وظيفة هل جاي الصمامات هل جاي تشتغل عدل أو لا، فأقدر أحصل من عنده على معلومات كان نوت بي أوبتيند وذ كاثيدر تكنيك. إذن هذه طريقتين، أما طريقة الكاثيدر اللي هي الصوندة أو نيدل تدخل عن طريق الأبدمن. بريجر إن إير، the middle air is one of the cavity the air cavity that exists within the body and for comfort the pressure in the middle air should be equal to the pressure on the outside of the air. إذن اللي pressure in middle air equal to pressure outside eardrum.
عندنا الميدل اير هو احدى التجاويف الهوائية اللي تنفتح او تنتهي داخل الجسم. عندنا بينما الاير درام طبلة الاذن هي الجزء الخارجي من الاذن اللي يكون متصل بالضغط الجوي، ضغط الهواء الخارجي. فللحصول على حالة توازن للجسم يجب أن يكون pressure in middle ear equal to pressure outside of هذه التوازن منين يجي؟ This equalized is produced by air flowing through the Eustachian tube. إذن اللي يسوي ينتج لي هذا التوازن هو قناة أوستاكي. قناة أوستاكي it's a function يعني وظيفتها is manually to keep the pressure in the middle ear equalized with the pressure in the out side of the ear. إذن وظيفة قناة أوستاكي هي المحافظة على توازن الضغط بين الأذن الداخلية والـ outside of eardrum. وهذه القناة أوستاكي دائما تكون أو usually it's closed. Usually closed except during swallowing, chewing and يانجينج. فقط تنفتح أثناء البلع الطعام وأثناء المضغ وأثناء التثاؤب. بقية الحالات يعني تكون هذه القناة مغلقة. How is air pressure measured? Tympanometry is a test that measures the air pressure in the middle ear. And tympanometer is the device clinically used to perform a tympanometry test. إذن القياس هو سميه tympanometry، هو القياس اللي يستخدم لقياس أو التست اللي يستخدم لقياس ضغط الهواء داخل الأذن الوسطى. التمبانومتر هو الديفايز اللي يستخدمه الطبيب لإجراء هذا التست. and التمبانوغرام هو the test result plotted on a chart، الرسم اللي يرسم على الشارت ويمثل لي ضغط الأذن. normal middle ear pressure should be somewhere between plus 50 to minus 150 باسكال or millimeter of water. إذن الضغط الطبيعي، ضغط الأذن الوسطى الطبيعي يتراوح بين زائد 50 إلى سالب 150 باسكال أو millimeter of water. Pressure effect while diving. The body is composed primarily of solid and liquid, which are nearly incompressible. إن التأثير أو تأثر الضغط خلال عملية الغوص. إن يتكون الجسم من مواد صلبة ومواد سائلة، واللي تكون غالبا يعني غير قابلة للانضغاط. pressure change do not greatly affect most of it. اذا تغير الضغط ما يأثر لي على هذه المواد، لكن الجسم شنو يحتوي؟ يحتوي بعض التجاويف كافيتيز، أورغاز كافيتيز، مثل عدي نوزل كافيتي، التجويف الأنفي،
اللانكس تو لانكس الرئتين، البرل كافيتي القصبات الهوائية، هاي كلها تعتبر تجاويف هوائية. إذن أي تغير مفاجئ بالضغط the sudden pressure change can produced perform effect. إذن ممكن أن يأثر أي تغير يعني مفاجئ بالضغط يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة. لكي نتعرف على تأثير الضغط أثناء الغوص يجب أن نتعرف على بعض القوانين الفيزيائية اللي تتحكم بهذا العملية. أول قانون هو بويلز لاو، قانون بويلز. بويلز لاو يقول pressure is directly proportional to the reciprocal of the volume، يعني الضغط يتناسب reciprocal عكسيا مع الحجم، واللي هو شو يقول لكمية ثابتة من الغاز ولدرجة حرارة ثابتة، كمية ثابتة من الغاز وبدرجة حرارة ثابتة، فإن الضغط يتناسب عكسيا مع الحجم، أو الضغط في الحجم كمية ثابتة. For a fixed quantity of gas and fixed temperature the produced of the absolute pressure and volume is constant. إذن هاي من راح أضربها بي تتناسب عكسيا ويا واحد على في، هاي العلاقة علاقة عكسية. إيش راح يصير عندي؟ البي في في يساوي لي كمية ثابتة. أقدر من هذا قانون الاستمرارية انه يقول B1V1 يساوي لي B2V2. من هذا القانون هذا يساوي لي كونستات، B1V1 يساوي لي كونستات، هو نفس الكونستات اللي يساوي لي B2V2، بحيث اي زيادة في الحجم يقابلها نقصان بالضغط وبالعكس، اي زيادة بالحجم يقابلها نقصان بالبرجر والعكس صحيح. لكمية ثابتة من الغاز وبدرجة حرارة ثابتة فإن الضغط يتناسب عكسيا مع حجم الغاز. When diving many people has difficulty obtaining pressure equalization and feels pressure on their a depth of 1.7 meter of water the pressure across the air drum is equal to 120 millimeter mercury and this pressure can cause damage and or rupture the air drum. إذن أثناء عملية الغوص معظم الأشخاص من الصعوبة أن يستطيع يعني الحفاظ على الضغط يعني توازن بالضغط داخل الجسم أو داخل الأذن، ويشعر بضغط يعني يشعر بالضغط خلال الأذن داخل الأذن، فإذا نزل إلى عمق 1.7 متر تقريبا راح يتعرض إلى ضغط يساوينا 120 مليمتر ميركوري، وهذا يؤدي إلى دامج أو ربتشر ثقب طبلة الأذن. حتى يوازن هذا الضغط عندنا طريقة أنه يضغط على الأنف
العفو عليه غلق الأنف ومحاولة تحريكه أو ضربه، وذلك حتى يرفع الضغط داخل الفم. One method of equalization used by Deaver is to raise the pressure in the mouth. هو إنه طريقة ليرفع الضغط داخل الفم هي holding the nose، يضغط على أنفه، and trying to blow، يحاول يعني يحركه أو يضربه. فهنا بهالحالة راح يرفع الضغط أو يرفع الضغط داخل الفم مالته، وبذلك يستطيع يعني يستطيع يوازنه، لأن فتحة الفم أو تجويف الفم متصل مع بقناة أوستاك. Underwater boils love describe the role of water pressure in the deep environment. It is applied and affect many aspects of scuba diving. إذا عندنا القانون بويل هو يصف لنا دور ضغط الماء على الغواصين داخل يعني البحر. عندنا مثالين في حالة إنه الغواص ينزل يعني ينزل تحت الماء، ينزل بالعمق ديسكانت يعني الهبوط أو النزول، الغوص العميق خلينا نقول ديفر ديسكانت جاي ينزل. The water pressure شبي اللي ضغط الماء كل ما ينزل تحت سطح الماء يزداد ضغط الماء حول الشخص. Water pressure around him increases. إش راح يؤدي؟ causing air in his scuba equipment and body to occupy a smaller volume. Cambers. إذن من راح ينزل تحت يعني يزداد عمق الماء راح يزداد ضغط الماء حول الشخص، يؤدي إلى إنه الهواء داخل الأجهزة اللي يستخدمها وداخل جسمه أيضا راح يتقلص. شنو تبع يا علاقة؟ تبع لعلاقة بويلز لاو، إذا زاد الضغط قل الحجم حتى تبقى الكمية ثابتة. إذا زاد الضغط قل الحجم، يعني هنا شنو عندنا؟ ضغط الهواء راح يصير بي او الهواء راح يصير بي كمبارز يعني انضغاط، فيصير عندنا سمولر فوليوم. الحاله الثانيه وهي طبعا لها تبعات، يعني هذا انتم هسه حاليا مو لاحظت انه نشرح لكم هذه الشغله. في حاله انه يرتفع يعني يريد يطلع من الماي من العمق الى سطح مستوى سطح البحر، شو راح يصير بالووتر بريشر؟ ووتر بريشر از ديكريزز، اي قل ضغط الماء حول الجسم. فاذا قل ضغط الماء ايش راح يصير بالحجم؟ الحجم يكبر. اير ان هيز كير يعني قصدي هنا بالاجهزه اللي جاي يستخدمها، and body expand راح الهواء يتمدد to occupy a greater volume حتى ياخذ حجم اكبر، حتى تبقى نسبه بي 1 في 1 تساوي ل بي 2 في 2. برجر in the length. In the length برجر at any depth is greater than the برجر at sea level. قلنا بالسلايد السابق انه كل ما نزلنا تحت مستوى سطح البحر يعني تحت الماء كل ما زاد العمق زاد الضغط داخل الجسم. وش راح يصير يتبعه انه يقل الحجم. اذا قل الحجم معناته شنو؟ The air in the lungs is denser underwater. اذا راح يقل حجم الهواء داخل الجسم، وقلنا بالاكويبمنت الاجهزة هسه انا جاي احكي بس على اللنج. اذا راح يصير الهواء داخل الرئتين
أكثر كثافة تحت البحر تحت الماء، أكثر كثافة. تبع للعلاقة إنه إذا قل الحجم زاد الضغط، قل الحجم حسب قانون بويل. كمية الهواء ثابتة، كمية الهواء ثابتة، الحجم قل إذا تزداد الكثافة. إذا يكون الهواء under water is denser than at sea level. هذا يؤدي إلى أنه يعني بالإضافة إلى أنه صار أكثر كثافة، الضغط الجزيئي بالشير بريشر اوف اول ذا اير كومباوند، عندنا الهواء متكون من نيتروجين واكسجين ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. اذا الضغط الجزيئي لمكونات الهواء ايضا راح يكون بهالحاله يعني يكون اكثر، الضغط الجزيئي راح يكون اكثر. ازداد الضغط، قل الحجم، ازدادت الكثافه، ايضا البارشل بريشر الضغوط الجزيئيه ايضا ازدادت، لان الضغط الزاد فمعناتها الضغوط الجزيئيه ايضا تزداد. اني اجي اخذ الضغوط يعني الغازات، قلنا الهواء يكون مجموعه من الغازات، اجي اخذ هذه الغازات واحد واحد. عندي اولا ضغط الاكسجين، فايش راح يصير؟ قلنا احنا الضغوط الجزيئيه راح تزداد، معناتها higher partial pressure of oxygen molecules. شنو معناته؟ The higher pressure of oxygen causes more oxygen molecules to be transformed. راح تنتقل خلال الدم. إذن يؤدي إلى أنه يصير عندي oxygen poisoning، تسمم بالأكسجين. High partial pressure oxygen causes more oxygen molecules to be transformed in the blood. يزداد عدد جزيئات الأكسجين اللي تنتقل خلال الدم، معناتها يصير عندي تسمم بالأكسجين. عند مستوى سطح البحر أو عند عمق 30 متر partial pressure of oxygen is 0.8 atmospheric pressure and absolute pressure of air is 4 atmospheric pressure. 4 atmosphere. إذن عندنا عندما ينزل الشخص إلى عمق 30 متر راح يصير الضغط الجزيئي للأكسجين هو 0.8 بوحدات الاتموسفيريك اند بارشل ابسوليوت بريشر للهواء ككل هو 4 اتموسفير. ثانيا بريثينج اير ات ديبث اوف 13 متر از اولسو دينجرس بيكوز ات ماي ريزلت ان اكسكيوز نيتروجين ان ذا بلاد اند تشو، يؤدي إلى زيادة وتفاقم نسبة الأكسجين داخل الدم والأنسجة. هذا طبعاً breathing air من خلال الإكويبمنت العدة اللي يحملها الغواص. فإذا نزل إلى عمق 30 متر تحت الماء راح يزيد عندي عند نسبة النيتروجين، ويعتبر هذا يعني يزيد نسبة الأكسجين بالدم العفو النيتروجين بالدم والتشو، هذا يعتبر خطأ أو خطر راح يؤدي إلى نيتروجين نيرغوسيس، يعني إنه الشخص يشعر كأنه مخدر أو التخدير بالنيتروجين أو intoxication effect، حالة تسمم مثل يعني مثل واحد شارب مخدرات، أو الحالة الثانية تكون قليلة هو يحدث عنده مرض تقليل الضغط the pains or discomposition sickness، وهذه يحدث بشكل قليل. أيضا عندنا بالنسبة للأكسجين
والنيتروجين وجودهم بالدم الصيغة اللي موجود بها إنه الأكسجين is attached to red blood cells بينما النيتروجين is dissolved in the blood and tissue وهذه يعني ذوبانة داخل الدم هو طبقا لقانون هنري لا قانون هنري اللي هسه راح نجي نشوف شنو المبدأ مالته هنري لاو شي يقول the amount of gas that will dissolve in liquid كمية الغاز اللي يذوب في السائل is proportional to the partial pressure of the gas in the contact with the liquid يتناسب طرديا كمية الغاز المذاب في السائل تتناسب طرديا with or proportional to the partial pressure of the gas الضغط الجزيئي للغاز in contact with the liquid يعني المجاور الى هذا السائل كمية الغاز المذاب في ليكويد تتناسب طرديا مع الضغط الجزيئي لذلك الغاز اللي يكون بتماس مع السائل هنا مثل عندي هذا الشكل الاول هذا عندي السائل وهذه الجزيئات البنفسجية هي جزيئات الغاز هنا ألاحظ أنه الضغط الجزيئي للغاز قليل من يزداد الضغط أشوف كمية الجزيئات أو عدد الجزيئات المذابة قليل من يزداد الضغط هنا عندنا بي 2 أكبر من بي 1 من يزداد الضغط راح شنو صار هنا عندنا راح قلل الحجم الحجم قل وكمية أو عدد الجزيئات المذابة داخل السائل تكون أكثر إذا زاد الضغط قل الحجم تبعا شنو لقانون بويلز من راح يزيد الحجم راح يزيد كمية أو عدد الجزيئات أو كمية السائل الغاز المذابة داخل السائل هايبربيك أكسجين ثيرابي العلاج بالأكسجين أو كمية فائضة من الأكسجين إن the body normally lives in an atmosphere that is about 1/5 of oxygen and 4/5 of nitrogen in some medical situation it is painful to increase the proportional of oxygen in order to provide more oxygen to tissue إذن عندي هذا الهايبربريك أكسجين ثيرابي أقدر أعرفه is the medical use of oxygen at an ambient pressure higher than atmospheric pressure استخدام الأكسجين تحت ضغط عالي أعلى من الضغط الجوي أن الجهاز اللي نستخدمه equipment required for hyperbaric oxygen treatment consists of a pressure chamber يعني chamber أو غرفة غرفة ضغط الهواء أو الضغط الموجود به هو فقط ضغط الأكسجين deliver أكسجين تقريبا 100% هو كله أكسجين هذا تتكون maybe of rigid or flexible construction أما بلاستيك أو من مواد صلبة وهنا شخص يعطونه أكسجين يعني 100% فقط أكسجين إن هايبربك أكسجين ثيرابي تشمبر البرجر أوف
air is increased 2 to 3 times higher than normal air pressure. يكون الضغط ضغط الهواء داخل هذا الشمبر مرتين أو 3 مرات أعلى من الضغط الطبيعي. تحت هذه الظروف إنه الضغط أعلى من الضغط الطبيعي 2 إلى 3 مرات يعني أكثر من عندها، فشنو يصير عندي؟ Your lungs can cover much more oxygen. إذن ممكن أن الرئتين تأخذ كمية كبيرة من الأكسجين، more oxygen than would be possible breathing pure oxygen at normal air pressure. إذن كمية الأكسجين راح اللي تحتوي داخل الرئتين راح تكون أكثر، واللي تنتقل خلال الدم. معناته شنو؟ راح يصير عندي the blood carriers this extra oxygen، راح ينقل هذا الدم هذا الأكسجين الزائد إلى الأنسجة خلال أنسجة الجسم. وهذا شو راح يصير عندنا؟ this help fat bacteria and stimulate the release of substance called growth factor and stem cell which provide healing. إذن هذا راح يزيد لنا يعني يساعد على قتل البكتيريا ويحفز الخلايا على إطلاق مواد تسمى الجروث سنتر عوامل النمو جروث فاكتر عوامل النمو أو الخلايا الجذعية، واللي تعزز لي من عملية الشفاء. من الكثير من الحالات ممكن أن تتعالج بواسطة تقنية الـ HOT. من هذه الحالات هي الغاز جنجرين. الجنجرين ريفرس تو ذا ديث اوف بودي تيشو ديو تو ذا ايذر ا لاك اوف بلاد فلو اور ا سيريز اوف بكتيريال انفكشن. اذا هو موت خلايا الجسم بسبب عدم وصول الدم الها او بسبب الانفكشن اوف بكتيريا or infection by bacteria. الجنجرين يحدث عندنا بالأطراف، أيضا بالتويز الأصابع أصابع الأقدام، وكذلك بالفنجر. بالإضافة إلى ذلك ممكن أن يحدث بالمصل والانترنال أورغانز. السبب يعني بكتيريا انفكشن انه يصير عندنا بازيلس يعني عصيات بكتيريا عصوية تسبب هذا المرض، تسبب الغاز جانجرين. Then it's treated with HOT. ممكن ان تتعالج بواسطة HOT. ليش نستخدم HOT؟ لان هذه البكتيريا ما ممكن ان تعيش بمكان يعني اللي يحتوي عليه أكسجين. cannot survive in presence of أكسجين. أيضا عندنا ليش يعني شلون إنه هذا الأكسجين راح يصير عندنا saturated، يصير تشبع بالأكسجين saturated the infected tissue. راح يشبع هذه الأنسجة اللي بها هذا الانفكتد، وراح prevented the growth of bacteria causes يمنع البكتيريا من التكاثر. البكتيريا اللي هذه هنا عندنا هذه الحالات الغاز جانجرين يعني مثل يصير تجمع بالسوائل. أيضا عندنا من الحالات اللي ممكن أن تتعالج بواسطة HOT القدم السكري، عندنا حالات اللي تتكون بسبب الراديشن وحالات اخرى. هسه عندنا بعد هذه عندنا الحاله الاولى، عندنا هسه نجي على الحاله الثانيه هي الكربون مونوكسيد بوزنينج، التسمم بواسطه ثاني اكسيد الكربون.
ال RBC cannot carry oxygen to the tissue because carbon monoxide is faster to hemoglobin at the place normally used by oxygen. إذا عندنا عندما تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون فإن كريات الدم الحمر تصبح غير قادرة على حمل الأكسجين إلى الأنسجة. ليش؟ لأن ثاني أكسيد الكربون يكون أسرع الالتصاق بالهيموغلوبين يعني أسرع من الأكسجين فيصبح نقل الأكسجين بواسطة كرات الدم الحمر قليل. Normally the amount of oxygen dissolved in blood is about 2% of the that carried on the RBC. كمية الأكسجين اللي ذوب بالبلد تكون 2% يعني من اللي تنقل بواسطة ال RBC. 2% of that carried on the RBC. إذن أنا من راح أعطي هذه تقنية ال HOT الهايبربليك أكسجين ثيرابي راح يصير عندي زيادة في نسبة الأكسجين فراح تزداد هنا by using the HOT technique the pressure of oxygen is increased 50 times راح أزيد ضغط الأكسجين بنسبة بمقدار 15 مرة عن الحد الطبيعي حتى أقدر أتغلب على نسبة الكربون مونوكسيد بريشر أو بارشل بريشر أوف كربون مونوكسيد. إذن يزداد ضغط الأكسجين فراح يزداد عندي كمية الأكسجين اللي يذوب بالبلد بنسبة 2% فيزداد عندنا نقل الأكسجين خلال كريات الدم الحمر. إذا من أنطي كمية كافية من الأكسجين راح تذوب وتشغل أو الأنسجة أو تنتقل إلى الأنسجة بواسطة الدم فيتم التغلب على التسمم بواسطة ثاني أكسيد الكربون. علامات الكربون مونوكسيد بوزنينج إنه يصير عنده هيد آتش نوزية ديزنز عدم توازن يعني نقول لعبان نفس ألم بالرأس بريث صعوبة التنفس كولبس خمول وهذا آخر شيء ينتهي لوس أوف كونسولجن فقدان الوعي. هذه يعني صورة بس مجرد صورة توضيحية حتى واحد يعرف شلون يصير بيه. الحالة الثالثة اللي ممكن نستخدم بها تريتمنت أوف تقنية الـ HOT هي تريتمنت أوف كانسر علاج حالات السرطان. عندنا هايبربليك أكسجين may increase the amount of oxygen in cancer cells which make them easier to kill with radiation therapy and chemotherapy. إذن زيادة كمية الأكسجين أو استخدام الهايبربليك أكسجين الضغط العالي للأكسجين يؤدي إلى زيادة الأكسجين في خلايا السرطانية يؤدي إلى زيادة الأكسجين في الخلايا السرطانية وهذا يجعلها أكثر سهولة للقتل بواسطة الإشعاع أو الكيموثيرابي من الحالة أنه بدون أكسجين.
إذن يعمل الأكسجين هنا ك راديو سنسيتيشن اند كيمو سنسيتيشن، يعني كمتحسس للراديشن والكيمو ثيرابي. النظرية هي شنو؟ انه the theory was that more oxygen would make the poorly oxygenated radiation resistant cells in the center of the tumor more susceptible to radiation damage. خلنا نحكيها، عندنا الخلايا قبل اضيف يعني اعالجها بالاكسجين بتكون قليله الاكسجين، بتكون مقاومه عاليه للراديشن. من اضيف لها الاكسجين اللي ربما يدخل الى السنتر اوف تيومر، يدخل الى يعني وسط الورم، فراح يجعل هذه المقاومة يقلل من مقاومتها للعلاج. الأكسجين يقلل من مقاومة الخلايا للعلاج الكيميائي أو العلاج بالإشعاع، فيجعل الخلايا اللي بدون أكسجين اللي بورلي أكسجينيتد وتكون مقاومة للراديشن يجعلها أكثر استجابة، يعني تتقبل أو أكثر عرضة للراديشن باي دمج. الطريقة إنه شلون أعطي الـ HO2 للشخص، give it to the patient in transparent plastic tank، خزان بلاستيك شفاف وأخلي هذا الشخص به أو يعني أضخه بالأكسجين ويتم المعالجة.